بتخاف من مين اكتر، مراتك ولا مديرك؟ عمر ما خاف طبعا من مراتي ابدا، يعني ان الواحد لازم يبقى ليه شخصيه. لو انت خفت من لو الواحد خاف من مراته مش هيبقى ليه شخصيه ابدا يعني. بس طبعا مديري في الشغل ليه احترامه، لازم اديله الاحترام بتاعه كده يعني، هي دي العلاقه ما بينه وما بينه يعني. خاف على ازعلها، انما غير كده لا طبعا. طب مديري لا خاف على ازعل ايه؟ مراتي غلبانه خالص، طيبه يعني، من النوع اللي هو الطيب كده. لا الحمد لله، انا ممكن اخوفها، هي ما تخافش مني. هي بتخاف مني، انا ما بخافش منها. انا اخاف من ابويا، اخاف من يا حمادي. لا ده بلسم خالص، تحط على الجرح يطيب. فلازم نكسبها بقى. طب بتخاف من باباك في ايه؟ من غضبه بيبقى صعب شويه بس. يعني بس انت مثلا يدخل البيت بتبقى عامل ازاي؟ لا عادي بنتعامل عادي، بس وقت الغلط بقى بيبقى مشكله عنده جامده يعني. وكبير في السن وله عادات وتقاليد كده ما بيغيرهاش. بيعمل معاك جلاشه. لا ما بقاش راجل، انا هخاف من مراتي. في راجل بخاف من مراته؟ لا طبعا. ما تخافش تنكد عليك فتعمل اللي هي. لا لا، النكد ده موجود على طول. بس ما بخافش منه لان اتعودت عليه. اتعودت على النكد ده. طب مديرك ما عمرك ما خفت منه مثلا؟ لا، هو ليه عندي شغل واستاهل واخد بعض وامشي. يعني لو حصل خناقه استقلت اهيت وما اجيش على كرامتي. كنت بقلق اكتر من مراتي في البيت يعني، لان مديري في الشغل بيبقى فيه مساحه نتكلم فيها، لكن مراتي ما هي شخصيتها كده يعني، ما كانش بيبقى فيه مساحه ان احنا. بتخاف من النكد؟ انا بكره النكد جدا، وهي كانت هي مش مصريه طبعا، كانت نكديه. فاذا تقارن مراتك ولا مديرك بتبقى موضوع المدير ده اهون شويه، لان موضوع المدير ده بيبقى خلاف وقتي يعني، انا غلطت في كذا فهصلحه خلاص، لكن في البيت لا ما ينفعش، انا غلطت لازم اتعاقب يعني باي عقاب، فربنا يسترها يعني. لا مديري في الشغل طبعا. ليه بقى؟ لان مديري في الشغل هو اللي هياثر على اكل عيشه، لكن الست في البيت هو اللي بيديها الفلوس. طب قول لنا موقف مثلا خلاك تخاف منه اكتر، من حسيت انك بتخاف منه اكتر من مراتك. تأخير في المواعيد، مراتي ما بتكلمنيش، لكن ممكن المدير بتاعي يعاقبني. لا دي الرجاله يعني ايه، بتغسل المواعين دي اللي بتخاف من مراتاتهم.